ولتسليط الضوء أكثر على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين حكومة الكاظمي وواشنطن، مع تأكيد بقاء القوات الأمريكية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. في لقاء مهم كما جرى في الحوار الاستراتيجي، في الغالب تطرح قضايا مهمة، ومن أهم القضايا التي تعني أي وطني هي انسحاب القوات الأمريكية من العراق. بماذا تفسر تمسك شركاء العملية السياسية ببقاء القوات الأمريكية وإن كانوا في الظاهر يرفضون بقائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، أن هذه الميليشيات الإرهابية التي تتحكم بكل مجريات الأمور في العراق يجب أن تدين بالولاء وتشعر بالعرفان لقوات الاحتلال الأمريكي، لأنها جميعا باستثناء واحدة أو اثنتين ربما أنشئت في ظل هذا الاحتلال الأمريكي للعراق الذي تمر غدا ذكراه 19 والثامنة عشرة عفوا وندخل في السنة 19، وكلها بما فيها تلك التي أنشئت في إيران خلال الثمانينات لم يعني تسنح لها فرصة للتغول على حساب دماء العراقيين وأموالهم لولا هذا الاحتلال الظالم المجرم الإرهابي الذي شن على العراق دون يعني كان قرارا منفردا وعملا عدوانيا لا يستند إلى حقائق وغير مبرر. وبالتالي فهذه الميليشيات تمارس خديعة، خدعة كبرى تجاه العراقيين وتجاه من تضللهم في الأوساط غير العراقية أيضا، بادعاء أنها ضد هذه أو ضد وجود هذه القوات المحتلة في العراق. نعم. هذه القوات المحتلة هي من أنشأت هذه الميليشيات، وهي من دربها، وهي من مولها، وهي من سلطها على دماء العراقيين وأموالهم كما قلنا. ولذلك فهذه الميليشيات كلها وإن ادعت خلاف ذلك فهي مدينة بعرفان كبير وجميل كبير لهذه القوات الغازية. نعم. في هذا الملف أيضا أستاذ مصطفى، اللافت أن إسماعيل قاآني زار العراق مؤخرا ليطلب من الميليشيات رفض الانسحاب الأمريكي التدريجي، بماذا تفسرون هذا الطلب؟ يعني أي صوت يخرج من هذه الميليشيات الإرهابية في العراق أو أي عمل عسكري طبعا لا قيمة لفعله ولا تأثير له، إنما يكون يعني مهما كان لا قوة له ولا تأثير، إنما يكون بأوامر وإملاءات من الجانب الإيراني الذي يسيطر على هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تأتمر بالإملاءات الإيرانية وبالأوامر الإيرانية، وهي تنفذ ما تراه إيران في مشروعها أو في خلافها على النفوذ في العراق وفي جوار العراق أيضا. فلذلك طلب قآني إذا حصل فعلا منه لأتباعه في العراق، فإنما يقتضي المشروع الإيراني ذلك، يقتضي مزيد من المساومات ومن المناورات ومن الألاعيب في يعني مع الجانب الأمريكي على أرض العراق. نعم. هل لوجود بايدن في البيت الأبيض بعد فوزه دور في بقاء القوات الأمريكية من عدمها في العراق؟ القوات الأمريكية جاءت إلى العراق تحت الإدارة الجمهورية المجرمة، إدارة بوش، وبقيت في ظل إدارة أوباما الديمقراطية، وبقيت أيضا بعد ذلك في ظل إدارة ترامب الجمهورية، وهي الآن موجودة في ظل إدارة بايدن الديمقراطية. وبالتالي تبدل الأحزاب أو تبدل الوجوه في البيت الأبيض لا يعني شيئا أمام الحقيقة القائلة أن احتلال العراق كان يعني قرارا دوليا وتنفيذا لمشروع صهيوني كبير يستهدف تدمير هذا البلد وقتل أهله ونهب ثرواته. وبالتالي تبدل الشخوص
في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لا يعني شيئا. هذه سياسة مستمرة من جانب الولايات المتحدة، وحتى الآن لا توجد أي بوادر لتغيير مسار هذا العمل الإجرامي الذي ابتدأ منذ غزو العراق في 19 على 20 من آذار مارس عام 2003، بل وقبل هذا أيضا. يعني عمليات التهاوى كانت قبل هذا بعقود، نعم. ولكن هذا العمل الإجرامي مستمر في طيب أستاذ مصطفى، مع فرضية أن العراق دولة ذات سيادة، في كانون الثاني عام 2020 صوت البرلمان على قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق، مع ذلك لم ينفذ القرار. هل المشكلة في الكاظمي أم أن التصويت بالأساس هو للاستهلاك الإعلامي الجماهيري؟ لا، المشكلة ليست في الكاظمي. لو كان أي شخص آخر في محله لبقي الحال على ما هو عليه. الحقيقة يعني تصويت البرلمان المنطقة الخضراء على هذا القرار يتضمن خدعة كبيرة. هذا البرلمان لو كان ينوي فعلا إخراج هذه القوات المحتلة التي هي الآن موجودة بموجب اتفاقيات دولية بين بغداد والولايات المتحدة على سبيل المثال، لو كان البرلمان جادا في ذلك لأنهى الاتفاقيات أو ألغى الاتفاقيات التي تتيح لهذه القوات البقاء، ثم أصدر قانونا بإخراجها. أما أنه أصدر قرارا بذلك، فقرارات البرلمان غير ملزمة للسلطة، وبالتالي الجميع الذي صوت على هذا القرار ومن تقدم بمشروعه ومن يدعي الآن ويطالب بتنفيذه يعلم جيدا أن هذه ألاعيب لا مكان لها في الواقع على الأرض، وإنما هي للاستهلاك المحلي لمحاولة إبداء أو إظهار هذه الميليشيات الإرهابية التي قلنا أنها أنشأها المحتل ومولها ودربها وسلمها حكم العراق، إظهارها بمظهر المقاوم لقوات الاحتلال، في حين أنها يعني عملت بمعيته وتجسست لصالحه على فصائل المقاومة الوطنية العراقية، وحتى أن بعضها كان لديه سلاح سرقه من مخازن الجيش العراقي الوطني قبل الغزو، يعني الجيش قبل الغزو سرقه بعد الغزو وقام ببيعه لقوات الاحتلال. فكيف نفسر يعني هذا التناقض الكبير؟ لا يمكن أن يقبل العراقيون أن هذه الميليشيات الإرهابية هي فصائل مقاومة حقيقية. هذه محاولة لخداع العراقيين ولكنها لن تنطلي عليهم. نعم. وطبعا هذا أيضا مرتبط باقتراب موعد الانتخابات المزمعة، هذه المسرحية بنسختها الجديدة التي نعم. تجري بمال مسروق وتحت سطوة الميليشيات. شكرا لك أستاذ مصطفى. والعمليات نعم. الانتفاث وغيرها، وهذه ليست انتخابات كما تعلم. عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا لك.